السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عثمان جديد، وفي الفيديو هذا راح يكون الفوليوم الثاني للسلسلة الجديدة اللي هي حقت تعليم التصميم، اللي راح تفيد للشباب اللي يحاولون يفتحون قنوات في المستقبل واللي يحاولون يسوون فيديوهات حقت وورد اوف كرافت. في الفوليوم هذا راح نعلمكم كيف تسو يعني تقطعون المقاطع الى تقطع المقطع الى مقطعين، وبنعلمكم بعض الحركات اللي نقدر نعلمكم اياها في المقطع هذا. فنشوف اللي نقدر نسوي عليه نقدر نسوي اليوم، وان شاء الله نقدر نحاول نعلمكم اكثر من شغله. اوكي، في البدايه راح ناخذ لنا اي مقطع من المقاطع اللي احنا صورناها. طبعا انتم عندكم اكيد ملف خاص يكون راح يكون في ملف خاص لكل التصوير حقكم. خلينا نقول نحن ناخذ لنا مثلا خلينا نقول ناخذ لنا مثلا هذا المقطع. اوكي، طبعا قبل ما نبدا بال شو اسمه بالفيديو هذا، الشباب اللي اول مره يشوفون الفيديو هذا، اقصد اول مره يشوفون السلسله هذه، حاولوا انكم ترجعون للفيديو الاول عشان تفهمون ايش اللي صاير الحين. اوكي، الحين راح نعلمكم كيف تبدا البروجكت حقك اذا بديت مثلا تصمم لفيديو معين. خلينا نقول ان احنا الحين عندنا المقطع هذا، وزي ما تشوفون عندنا هنا في التايم لاين، وهنا عندنا اللي هي نفس الشاشه حقت اللي زي ما تقولوا الريفيو حقك عشان تشوف كيف بيطلع المقطع بعدين. زي ما تشوفون عندنا هنا عندنا اسود على اليمين وعلى اليسار، هذه شو اسمه راح تلاحظونها كثير اذا وانتم قاعدين تحاولون تسوون اديت للفيديوهات حقتكم. ف اذا سويت رندر للمقطع نفسه راح يكون في نفس المقطع ابيض اوسط كاي اسود على اليمين وعلى اليسار اللي هي على الاطراف هذه. فكيف نوخرها؟ نضغط عليه باليمين المقطع نفسه هذا، نروح عنده ونضغط عليه باليمين، نروح عند سويتشز ونروح عند مينتين اسبيكت ريشيو، نوخرها هذه وراح يتعدل عندنا في الفيديو. كذا في البدايه راح يكون ضبطنا المقطع عشان للمشاهد نفسه انه يحس انه مقطع زي العالم والخلق، ولا يكون شغل تلفيق او شغل ابو يمن. الحين زي ما تشوفون احنا زي ما قلنا الحين هذا الفيديو زي ما تشوفونه اللقطه هذه هي الفيديو نفسه. فتخيل يعني انت الحين، طبعا هذه خلوها قاعده عندكم اذا كنتوا تسوون اذا كنتوا بتسوون فيديوهات، خل نفسك نفس الجمهور حقك. تخيل انك مثلا انت الحين قاعد تشاهد حق فيديو حق شخص في اليوتيوب، وانت احكم على نفسك. فانت خلك اول من يحكم على الفيديو قبل ما يشوفون الناس. فتخيل مثلا انت الحين شغلت المقطع في اليوتيوب وطلع لك زي كذا الفيديو مثلا. مو كويس صح؟ يجيك كذا على طول فجأة ومدري شلون ومدري ايش اللي صاير عفيس تحس الحين. فخلنا نعلمكم بعض الحركات عشان نضبط لكم المقطع البداية يعني. هذا طبعا الحركة أغلبية الفيديوهات حقتي أسويها، اللي كنتوا لاحظتوا الفيديوهات القديمة كنت دائما أسوي الحركة هذه، كانت تبدأ بالعرض حق الفيديو حقي. كنت شو اسمه زي ما تشوفون الفيديوهات حقتي تبدأ بالأسود، يعني تحس إنه كذا ظلمة بعدين يبدأ كذا يتفتح وتبدأ يطلع الفيديو. فعشان هذه يسمونها الفيد إن والفيد أوت. فخلنا نسوي لها فيد ان في البدايه. زي ما تشوفون اذا رحت المقطع نفسه هنا في الزاويه اللي الزاويه الزرقاء ذي، بيطلع عندكم زي ال 90 degree فيد اوفست، تضغط عنده وتروح هنا تحطه مثلا نقول زي كذا. الخط الابيض هذا يوريك البدايه والنهايه. البداية راح تكون مثلا هنا يكون اسود مرة، وفي الثانية هذه راح يكون خلاص الاوباسيتي حقتها 100%. خلينا الحين نشوف كيف بيطلع المقطع. خلينا نخليه بعد فيت ان بعد زيادة زي كذا. اوكي، هذه حركة حلوة. الحين مثلا نقول ما عجبتنا الاغنية، اللي نقول اغنية ابو كلب اللي احنا حطيناها واحنا قاعدين نصور مثلا، زي الاغنية هذه ابو كلب اللي قدامكم.
قلنا الحين بنحط مثلا اغنيه ثانيه، ولا انا بنحط مثلا مقطع صوتي مسجل، مقطع اي صوت او اي مقطع اوديو في راسك تبي تحطه. اول شيء نروح عند المكان اللي تحط فيه ملفات الاوديو او الاغاني حقتك. انا احط مثلا ماي فيديوز، خلنا ناخذ لنا مثلا اي مقطع صوت. مشكلة عندي هنا اغلبيه الفيديوهات، فخلنا ناخذ لنا فيديو من الفيديوهات عشان مره واحده. خلنا نقول ناخذ لنا خلنا نقول ناخذ هذا مثلا المقطع، خلنا ناخذ هذا المقطع. اوكي زي ما تشوفون في البدايه راح يورينا المقطع نفسه اللي هو احنا حطيناه، عشان احنا حطينا فيد اوفست في البدايه. فعشان كنسل هذا نروح عنده هنا ونخلي اخر شيء عشان ما يبين المقطع من مره. والصوت نفس الشيء نخليه هنا يعني اخر شيء، ولا نقصر من هنا. فحين قصرنا، احنا كتبنا الصوت وكتبنا المقطع حق الاغنيه نفسها اللي هو فيديو كليب. فخلنا نشوف حكي بيطلع. لازم اطلع عند الصوت اول شيء، خلني احطه من هنا. خلني اعلمكم الحركه هذه مره لاجل ما دام خلاص يعني بسويها. زي ما تشوفون الحين عندنا هنا زي ما قلنا، شفتوا هنا اللي زي ما سوينا في البدايه اللي هو الفرق بين الصامت واللي فيه اصوات، تحس فيه زي التشويش صح؟ هذه شرحناها في الفيديو اللي قبل. فزي ما تشوفون هنا يبدا الغنيه صح؟ فخلنا نقول احنا هذا المقطع نفسه الاول ما نبغى، نبغى نحذفه ونحط غنية تبدا من البدايه. فعشان نسوي الحركه هذه نروح عند المقطع نفسه ونضغط حرف الاس، مو نضغط، خلنا بس الماوس عليه كذا ونضغط حرف الاس. اذا ضغطنا حرف الاس صار قطع المقطع على مقطعين، صار عندنا الحين مقطعين. خلاص ناخذ المقطع اللي ما نبيه الحين ونسوي له ديليت ونحط هذا في البدايه، ونخلي مثلا فيد ان للاغنيه ولا فيد اوفست للاغنيه. خلينا نشوف حق بيطلع. اوكي الحين تعلمنا، الحين عرفنا كيف نحط مثلا مقطع صوت للفيديو حقنا، وعرفنا كيف نسوي فيد ان وفيد اوت للفيديوهات حقتنا. والحين بعلمكم كيف تحطوا مثلا كلام. خلينا نقول مثلا في البدايه ابغاها مثلا تكون مثلا في كلام في البدايه، مثلا خلي اي كلام. مثلا خلينا نقول مثلا الحين زي ما شفنا الحين جليكاو راح نركب قدام، خلينا نخلي مثلا نحط اسم جليكاو في البدايه، نبغى زي كذا مثلا، ولا جليكاو بريزنت زي كذا. فخلينا نسوي الحركه هذه عشان نعلمكم كيف. اول شيء نفتح نحط انسرت فيديو تراك، راح يحط لنا فيديو في البدايه. طبعا كما حطيت الفيديو تراك حقك اللي اول واحد يكون هو الطبقه الاولى، هو زي مطبقات، فهمتوا علي؟ طبقه فوق طبقه فوق طبقه، فالطبقه الاولى لها الاحقيه انها تظهر في الفيديو عن الطبقه الثانيه. ما ادري شلون اذا فهمتوها ولا لا، عاد اذا ما فهمتوها اتركوا لي في الكومنت ان شاء الله اشرح لكم اياها بعدين. هي زي ما تقولون الاوليه، يعني مثلا الاوليه للاول زي كذا. اوكي الحين مثلا بنحط نقول نروح عند insert text media. اذا حطينا insert text media بيطلع عندنا اللي هو التكست السامبل تكست هذه. خلنا نحط سامبل تكست هنا، انك تكتب اللي في خاطرك. انا مثلا بكتب جيلي، مثلا جيلي كاو مثلا presents، بحط مثلا زي كذا. خلنا نقول ان الحين ما نبغى الخط كذا كبير، نبغى نصغره. خلنا نخليه اكبر 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 شويه، نخليه مثلا كذا، ونغير الخط اذا نبي. بختار مثلا بختار نشوف. طبعا هنا تبدا تطلع اللي بخاطرك، تطلع اللي ودك تقوله، اللي ودك تسويه. هنا يمديك تعفس لما تقول امين، هي على حسب الشخص وذوقه. واقف هذه اوكي. خلينا نشوف كذا بيطلع احسن، اي كذا احسن. اوكي خلينا نختار لها اللون مثلا الاحمر، لون الخط نفسه. ونروح عند الافكتس،
هنا نحط الاوتلاين والشادو. الشادو اللي هو الظل اللي يطلع ورا الخط، زي ما تشوفون الخط كذا طالع احمر، اذا حطينا الظل بيطلع لنا زي كذا زي المظلل من تحت. يمديك تزود الفيذرز، يمديك تزود اللي تبي، طبعا هذا كله على حسب اللي يعني اللي انت ودك تسويه. ونفس الشيء هنا يمديك تسوي بعد draw outline اللي هي الجوانب حق الخط. خلنا نخليها مثلا نقول نبي مثلا نخليها مثلا فاتح مرة، ولا نبي نخليها احمر مرة، يعني كل واحد يوع فيس. انا بخليها اسود لان ماشي انا احب اللون الاسود. اوكي الحين بعد ما سوينا هذا واخذنا اخترنا الخط واخترنا اللون واخترنا الديزاين اللي نبغاه، الديزاين اللي بخطرنا اللي في الخط، خلنا نخلي مكان اللي يطلع فيها الكلام. مثلا نبي نخليها مثلا هنا، خلنا نقول مثلا شوف الحين كيف حلو. الحين يمديكم تكبرون يمديكم تزودون المسافه حق الخط، مثلا تخلون زي كذا، بس تضغط على الجانب هنا بالماوس باليسار، يمديك تخليه على اطول شيء او قصير على كيفك انتو ذوقك. اوكي الحين خلنا نقربها بس كذا عشان بدينا نضبط الامور كذا. حلو الحين نقول نبغى نخليها مثلا زي نفس الشيء فيد اوفسيت، وخلنا نخليها هنا احسن. الحين نقول نبغى نختار نبي مثلا نغير المكان حقه، ما نبغاها تطلع في النص، نبغاها تطلع مثلا نبغاها تطلع فوق هنا ولا شيء زي كذا. اوكي الحين عشان نسوي الحركه هذه، طبعا خلينا نشرح هذه الثلاثه اللي موجوده هنا مره واحده. اول واحده اللي هي حق الخط والبروبرتيز والافكتس اللي هي حق الخط بشكل عام. ثاني واحده اللي اسمها ايفنت بانكروبت، هذه اللي لها دخل في الكاميرا نفسها، الكاميرا اللي هي تركز على الكلام نفسه. كما كبرت كما بعت الكاميرا كما صارت اصغر صح، وكما قربت الكاميرا كما صارت اكبر الخط. فالفوكس هذا الحرف الاف هذا اللي هو فوكس نفسه، خليه ريستور، هو اللي شو اسمه الكاميرا نفسها. وزي ما تشوفون هنا عندكم التايم لاين اللي هو حق الخط نفسه اللي انت حطيته عندك تحت هنا. الحين مثلا نقول نبغاها، احنا نقول نبغاها فوق صح، خليها فوق كذا، خليها كذا فوق هنا احسن. وخلنا نقول في البدايه نبغاها مثلا خلنا نقول في البدايه نبغاها تطلع مثلا من فوق، نبغى خليها كذا تنزل، نبغى خليها كذا تروح كذا من فوق. طبعا زي ما قلنا هذه كاميرا، الحين كاميرا الحين عندنا تحت عندنا فينا في الفوكس، وبعدين نبغاها بعد مثلا ثانيتين تصير كذا، نبغى نسوي الحركه هذه. اوكي خلنا نخلي خلنا نروح عند التايم لاين نفسه. وش سويت انا؟ عفست ثواني، خلنا بس اشيلها من هنا. اوكي الحين خلنا نرجع هنا، خلنا نضبط الامور. اوكي حلو الحين كنا ايوه، الحين نروح نركز عند التايم لاين. التايم لاين عندنا زي ما تشوفون عندنا هنا ماسك وبوزيشن. الماسك نشرحها بعدين، بنسوي له ان شاء الله في الفوليوم الثالث نشرح لكم كيف تسوون الماسك وايش فائدته وايش الشغلات حقتها. الحين بنركز على البوزيشن حقه. زي ما تشوفون عندكم هنا الورك بليس اللي هو نفس الزوم، عندكم هذا اللي يبغاها بالنسب ويبغى يعرف البوزيشن نفسه وزي كذا، يمدي كل شيء موجود عندك هنا، الواي والاكس وكل شيء اللي هو السنتر والشغلات هذه كلها. الحين خلنا خلينا زي ما تشوفون في زي معين هنا في بدايه اللي هو الخط حق التايم لاين. المعين هذا هو الفوكس، هو المكان اللي حطيت فيها الكاميرا حقتك في بدايه التايم لاين حق الكلام اللي هو الديزاين الخط اللي انت حطيته. فمثلا الحين مثلا نقول نبغاها بعد ثانيتين صح، خلينا نروح عند التايم لاين هنا ونعطيها مثلا موقع حق كاميرا ثاني صح، احنا قلنا نبغى نخليه كذا، ولا خلينا نقول اوكي نبغى زي كذا مثلا.
فزي ما تشوفون الحين في البداية، لو نرجع الحين في البداية ونمشي على التايم لاين، راح يبين عندنا كيف راح ترجع، كيف راح تصير كاميرا من المكان ها من المكان هذا الى المكان الثاني. فيصير خلنا نخليها زي كذا بيطلع عندنا. خلنا نقول مثلا ثانيتين ما كفت، خلينا مثلا 3 ثواني، خلنا نكبر بس الخط، خلنا نشوف 3 ثواني، خلينا بعد 3 ثواني خلنا نقول بيطلع زي كذا. خلنا الحين نشوف نسوي له تيست ونشوف كيف يطلع عندنا. حلوة صح؟ يعني سوت يعني في تأثير وفي شغل وكذا. طبعا يمديكم طبعا هذا بس مجرد يعني زي ما اقول اشرح لكم كيف تسوونه، ما ابغى اروح ما ابغى اعقد لكم الامور. خلنا نقول مثلا ان احنا الحين بعد ما مثلا نبغى مثلا نسوي زوم ان للروكت نفسه اللي موجود في جيليكاو، فخلنا نخلي المقطع نقطع المقطع من الى المقطعين، يصير المقطع الاول للبداية والمقطع الثاني نبغى مثلا الكاميرا تصير لها زوم ان. خلنا نخلي الكاميرا تصير لها زوم ان مثلا من هنا لهنا، يخلي هذا المقطع نفسه اللي هو المقطع الثاني حق تضبيط الكاميرا، مثلا نبغى نخليها زوم ان للكاميرا للروكت نفسه. طبعا يمديك تخلون حق الفيديو كله، بس بشرح لكم كيف تسوون زوم ان. عشان طبعا نفسها نفس الكلام نفسها بالضبط، ما في فرق ولا شيء، بس اللهم بدل ما يصير تركز على الكلام تصير تركز على المكان اللي تبغى يكون فيه الكاميرا. فخلنا نقول مثلا في البداية نبغى يصير زي كذا، وبعد ثانيتين الكاميرا تروح من الجهة هذه الى مثلا تركز، ما خلنا خليه تركز على جيليكاو بس، ولا تركز علينا اثنين احنا كذا. ثواني خلنا نخليه مثلا كذا احسن، ايوه كذا اوكي. وبعد 5 ثواني بعد الثانية الخامسة نسوي لها كوبي هذي، طبعا خلنا نخليه هنا كوبي ونحط ها بيست هنا، فيصير عندنا نفسها الثانية هنا. فتصير هذه المدة اللي بين الثانية الثانية والثانية الخامسة هي المدة اللي تصير فيها الكاميرا زي كذا، ومن الثانية الخامسة للثانية السابعة اللي بعد الثانيتين نبغاها ترجع الكاميرا زي ما كانت، فنحط باليمين وريستور. فيصير خلنا نخليه يسوي لها شوف كيف بس كيف تطلع الحين، يصير الكاميرا زي كذا بعدين. يمديكم تحطوا مثلا ابغى والله كلام ثاني، مثلا خلنا نخليها مثلا خلنا نقول مثلا يمديك تحطون اي شيء. انا خليه زي كذا مثلا اوكي. السانسيت حيكون برتقالي. خلنا نخلي خط فاتح شوية، خلي عندنا شادو، تقدر تلعب في الأشياء اللي عندك، يمديك تلعب في أكثر من شغلة. صقر الخط،
يمديك بعد من هنا بعد تسوي البوسيجن نفسه اللي تبي تخليه مثلا هنا على طول زي كذا. تحطه مثلا تبغاها من هنا وتسوي له فيد اوت من هنا وتسوي زي كذا. طبعا صحيح اني يعلق عندكم في نفس سوني فيجاس لان انت يعني هو على حسب الكمبيوتر. حتى انا كمبيوتر حقي من كثر ما اشتغلت عليه وذبحته يعني خلاص بدا يعني نفس الشيء بدا يهنق عندي. نكسر الاغاني شوي. اوكي سوينا اكثر من شغل الحين. ما نبغى نعقد بعد الامور شوي بعد زياده. ان شاء الله في الفوليوم الثالث راح نعلمكم كيف تسوون فيديو افكتس وكيف مثلا تسوون ترانزيشنز والشغلات هذه كلها. فيعطيكم الف عافيه. ان شاء الله ما كنت طولت عليكم و بس ما في شيء ثاني. نشوفكم في فيديو جاي والسلام عليكم ورحمه الله.